أولئك يا رب الذين أخذتني نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء لنا بات في أورشليم السماء أفدا ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في مالك ونعم لنا بسلامك إلى السماء في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميع برفقة
بانكو انت لاني بتيشي ابنوتي فيا طفتي في مين اموك صوتي خارون البين النوبي بيتي بوليتين بشا انت بسمعي أبولي بولي انت مكدادي انت نيرومي بمونو خنكم فين بفيوت كريا فلودي صون Thank you.
عروس جبيضا فكرة بركة وسلام لجميعكم. نسبح ونمجد إلى إلهها ورب الأرباب الذي تجسد من القديسة مريم وولدته في بيتنا الجليل الذي لما قليلا قليلا بشبه البشر بغير خطيئة واحد من يوحنا السابق
الذي صام عنا 40 يوما واربعين ليلة بسر الله ينفق به صير الماء خمرا بقوة له تيح عرس صان الجليل الذي إن نظر أعصم نظر للعميان وجعل العرج يمشون والشل يصحون والبرس يظهرون والصم يسمعون والقرس يتكلمون والشياطين يخرجون ابن الأرملة بنيين وابن ثييرس الذي تجلى على جبل طبور قدام تلاميذه القديسين وضواجه كالشياء قام لعاذر من القبر بعد 4 أيام الذي دخل أورشليم راكبا على تين وجحش ابن أتين مثل ملك الذي عاد تلاميذه القديسين وعطاهم جسد المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا صلب على الصليب وسحق الشيطان ووضع في القبر وبعد 3 أيام قام من الأموات
الدهر طبرية بعد قيامته المقدسة وبعد 40 يوما صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي الصالح وارسل لنا الروح المعد مثل ألسنة نار الذي علم تلاميذه المختارين والرسل القديسين قائلا لهم ما تفليتم فاطلبوا هكذا وقولوا أبانا الذي في السماوات